بهدف استخراج وثيقة، دخل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الثلاثاء الماضي إلى قنصلية بلاده في اسطنبول ولم يخرج، لتبدأ معها سيناريوهات ما حصل. صحيفة صباح التركية نشرت تفاصيل حول تحركات فريق أمني سعودي قدم إلى اسطنبول عبر طائرتين خاصتين مملوكتين لشركة سكاي برايم أفييشن، والتي تقدم خدمات الطائرات الخاصة للسلطات السعودية منذ وقت طويل. الطائرة الأولى حملت 9 ركاب، فيما حملت الطائرة الثانية 6 ركاب، بينما بلغ عدد أفراد طاقم الطائرتين 7 أشخاص. الفريق الأمني مؤلف من 15 شخصاً حجزوا 4 ليال في فنادق قرب القنصلية السعودية، إلا أن 6 سيارات مضللة خرجت من القنصلية بشكل متزامن بعد دخول خاشقجي إليها بساعتين ونصف، وتوجهت السيارات المضللة من بينها سيارات من طراز مرسيدس فيتو إلى منزل القنصل محمد العتيبي الكائن على بعد 200 متر. ترجح السلطات الأمنية التركية أن يكون خاشقجي في إحدى تلك السيارات، وبحسب المعلومات الأمنية فإن الفريق الأول غادر مباشرة إلى المطار بعد خروجه من القنصلية متوجها إلى مصر، فيما غادر الفريق الثاني مساء اليوم نفسه إلى دبي، بينما قال مراسل الجزيرة إن 4 سيارات مضللة بينها ميني فان خرجت عصر الثلاثاء من باب القنصلية وتبحث عنها السلطات التركية، فهي ربما تكون الخيط الرفيع الذي سيكشف مصير جمال خاشقجي.